دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان رمضان شهر الانتصارات، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين معاً. النهاردة ينطلق في 9 مساء العرض المسرحي الدر المكنون على مسرح السامر بالعجوزة، وده ضمن برنامج وزارة الثقافة تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة. بيتناول العرض سيرة 3 من كبار الصحابة، وهم بلال بن رباح وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، والتي من خلالها بيتم التعريف بالجوانب العظيمة في حياتهم وتوضيح ما قدموه دفاعاً عن الدين الإسلامي. النهاردة هيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في 10 مساء في أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. تذاع مباراة مصر ضد نيوزيلندا عبر قناة أون تايم سبورت في إطار منافسات كأس عاصمة مصر التي يشارك بها 4 منتخبات هي مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.